as long as you love. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم تسلم لهمكم إن شاء الله طيب. اللي معكم كوم خمسة توزيد نحن نظر جديد الحق أجيب لكم مود شو اسمه مود يجي مثلا مود ستيك مينينج، الرابط راح تلاقونه تحت. أول شيء تضغطون على هذه نحك الحوض بعد ما المود دي بعد أنبورد بعد الكرتون بعد الداونلود بعد بعد هو تلقونه أنا استيك مينينج. بعدها تروح مثلا اي عالم مثلا عالم هذا مثلا معي اربعة شوفون اربعة بس تاخذ استيك او اي شيء لا بس استيك بس تكسر كذا بس تضغط على الخطابة اذا بروح للخشب ابي خشب ابي خشبة مثلا خشبة مثلا ابي اذبح دجاجة لا ما تجي مود يعني التحليل مود التحلل. بروح للخشب الحين ابي خشب 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 ادى هذا لا لا شكله ما ينفع بالخشب يا رب ينفع مع الخشب او يمكن مع الورا مراود مرا موارد بس نروح خشب 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 هي الخشب بيجي أنا بنموت بنعيد ما عليك ما عليك بس سوت مودع لا ما نروح الخشب هذا الحين تعبنا ما لفات أو يمكن نكسرها تطلع الحين تعبنا ما لفات فيمكن بس الموارد بس الموارد فبس من دقة ما ممكن يكون سمع كتير كذا بس الرابط راح تلاقونه تحت ال تحت في الديسكريبشن تحت المقطع فبس بذك فبس شباب ذيك تحققت ما ممكن يكون سمع كتير كذا كان معكم كم خمسة توزد النازي مع السلامة.